اهلا وسهلا فيكم في درس جديد من الدروس اللي عم نحكي فيها عن سلسلة إمارة 12. طبعا مثل ما بتعرفوا نحن مكملين، خلصنا النص الاول وهلا رح نشوف بالنسبه للاكتيفيتي التمارين اللي موجوده ونحاول نحل هاي التمارين. فكالعاده بالاول انا خلونا نبلش بدرس جديد. بالنسبه للكلمات اللي شايفينها، طبعا هون عندي قسمين مثل ما لكم شايفين، عبلوا لي هون read the text again and match the highlighted words with their meanings. ما نضيع وقت بالمرة، الترجمة اقرأ النص مرة ثانية ثم وصل الكلمات اللي معلمة بالهايلايتد، اللي هي اسمها هايلايتد، لما تكون كلمة وبحط مثل ما اتفقت عليه هايلايتد، هيك صارت هايلايتد الكلمات مع معاني. هاي الكلمات هاي المعاني خمس معاني. الكلمات موجودة بالنص عنده علينا perseverance، هحطها بغير طريقة. الكلمات هم طبعا perseverance واللي بتجي بمعنى مثابرة، sacrifice واللي هي بتجي بمعنى تضحية، trigger يعني يبدأ شيء، يعني بمعنى انه يبدأ شيء او يشغل شيء، inevitably بشكل كامل او حاد او مؤكد، perspiration اللي هو بمعنى جهد. الكلمات هذول لحتى نشوف هاي الكلمات وتوصيلاتهم. طيب شوف الكلمة الاولى certain to happen and cannot be avoided، مؤكد سيحصل ليحصل ولا يمكن تجنبه. ايش هو الشيء المؤكد راح يحصل ولا يمكن تجنبه؟ شرح اي كلمه من الكلمات هذول، خذوا وقتكم وجاوبوا عليهم. طبعا الجواب مرتبط اكيد هو مو كلمه مثابره او تضحيه او يشغل، هي كلمه، هي الكلمه اللي هي بشكل مؤكد. فرقم واحد هي شرح لكلمه اللي مثل ما لنا شايفينه فيكم، مشان ما يضيع وقت بالفيديو تكتبوها او انتم تعرفوا الطريقه اللي راح تحلوها فيها. الكلمه الثانيه او الشرح كلمه موجوده، خلينا اول شيء نحط عليها اكس، خلصنا منها هاي الكلمه. نرجع لهون، when you decide not to have something valuable in order to get something that is more important. راح اصغره شوي، صغر تمام هيك أحسن. عندما تقرر أن لا تحصل على شيء ما ذو قيمة لكي تحصل على شيء ما أكثر أهمية، شو هو هذا الشيء؟ فهي هي التضحية، أكيد هي التضحية، فالجواب هو التضحية. تمام؟ طيب الكلمة اللي بعدها أن تبدأ أو تبادر أو يعني تشغل إنشيتيات من إنشيتيف، تعرفوا هاي الكلمة، أو تفعل شيء ما. أكيد لما أنا بفعل من شيء ما يعني بشغله ببلشه، هو شرح كلمة trigger. هل تحفظوا هذول الشروحات حتى طريقة بتعلمكم لحتى أنتوا تحلوها. اللي بعدها شو هو الهارد وورك؟ من هدول الكلمات اللي عندهم معنا، هلا هي خلصنا منها. هو مثاب، هو الجهد ولا هو المثابرة؟ الهارد وورك. طبعاً الترجمة بالنسبة لكم ممكن تختلف بهذا الشيء، ولكن هو أقرب لكلمة الجهد. العمل الشاق هو الجهد اللي نحن نعمله، فهي هي الكلمة inspiration. آخر شيء التصميم على البقاء، محاولة أو keep trying، يعني ببقى بحاول أو خليك عم تحاول لتنجز شيء ما بالرغم من المصاعب، هو المثابرة، هو المثابرة perseverance.
لاحظين هذا هو. هيك نكون خلصنا هذا التمرين. طبعا التمرين الرقم بي مثل ما شايفين في كلمات اشرح وما فهمتها من المقالات، ما بدنا نضيع وقت من المقالات. هلا في عنا سكسيس ايديومز اللي هم مصطلحات النجاح، وهي الكلمات هلا رح تكون للدرس القادم، رح نحكي عنهم الدرس القادم. اليوم الدرس ما كتير طويل، وبعده نبلش بالpronunciation، بعد الجرامر كالعادة نتبقى لحد ما نبلش على الجرامر. Everyday language, listening, speaking, writing. ومنكون خلصنا الوحدة الثانية، منكون خلصنا أكيد الوحدة الثانية من كتاب الستودنت. ملاحظين ماشيين إن شاء الله بتمام. كل اللي عليكم تمسكوا ورقة وقلم تكتبوا الكلمات الجديدة اللي معدية معكم. بعد ما تكتبوا الكلمات الجديدة تحاولوا تحلوا، ما تعتمدوا على الحل أنا بحله، لا، أول شيء أنتوا حلوا بعدها تأكدوا من هذا الحل اللي عم نحله.